الشحر مدينة تقع على ساحل حضرموت، إحدى أقدم المدن اليمنية، يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد. مدينة تعشق البحر، سميت بسمعون نسبة إلى وادي سمعون، وأما تسميتها بالشحر فنسبة إلى القبائل التي كانت تسكنها من المهرة. هذا السور أو ما يعرف بسور الشحر كان محيطاً بالمدينة، والذي كان يساهم في صد الغزو الخارجي الآتي إليها. تعرضت مدينة الشحر إلى غزو مختلف، سواء كان ذلك من البرتغاليين أو غيرهم، إلا أن مقاومة أبنائها الشرسة كانت تدفعهم وتحافظ عليهم. اكتسبت مدينة الشحر أهمية استراتيجية وكانت مصدراً لقدوم الغازين إليها، وخصوصاً الغزو البرتغالي الذي تمت مواجهته بشراسة، وكان ذلك في العام 1517، وذلك بسبب أن هذه المدينة تم إرسال 1000 مقاتل إلى نجدة عدن، فقام البرتغال بعد ذلك بأخذ الثأر منهم، إلا أنهم فوجئوا بشراسة أبناء المدينة الذين حاربوهم، ومن هناك وجد 7 شهداء ما زال ذكرهم وارداً حتى اللحظة.